سليمان كان معايا دلوقتي السفير مجدي عبد الفتاح، وقال انه في تردد ما من بعض الدول على اختصاص مجلس الامن بقضايا المياه والانهار الدوليه، وقالوا ده ما عندناش خبراء. اذا من هي الجهه الدوليه المؤسسيه التي تفصل في الصراع والخلافات بين الانهار العابره للحدود؟ يعني بدأ ذي بدء مجلس الامن طالما قدر ان هناك حاله او موقف نزاع يهدد السلم والامن الدوليين، مجلس الامن لديه فعلا مكنات، لديه اختصاصات عديده. وحتى نسهل لسيدات والساده المشاهدين، الاختصاصات تنقسم الى قسمين. القسم الاول الفصل السادس من ميثاق الامم المتحده، اللي زي ما قال سعد سفير ماجد بك عبد الفتاح، مصر توجهت للمرة الثانية لمجلس الأمن. المرة الأولى سيادتك تتذكر كان 29 يونيو 2020، صحيح. وكانت أول مرة يا أستاذ نشأت في تاريخ المجلس، وهذا إنجاز يحسب للدبلوماسية المصرية أن ينعقد مجلس الأمن جلسة عاجلة في 29 يونيو للنظر في قضايا المياه. المرة دي الجلسة يوم الخميس إن شاء الله 8 يوليو جلسة ثانية. في هذه الحالة الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، مجلس الأمن لا يستطيع بموجب هذا الفصل أن يتخذ إجراءات رادعة، ودعني أقول اللفظ اللي موجود في ميثاق الأمم المتحدة، إجراءات كابحة، إجراءات قصرية بالسين طبعا، اجراءات جبريه اكراهيه ضد الدوله التي تهدد السلم والامن الدولي. ولكن مجلس الامن يوصي حتى اذا صدر قرار يوم الخميس او ما بعد الخميس تاسيسا على الفصل السادس، فهو في نهايه المطاف توصيه غير انفاذيه. وليس بالضروره يا استاذ نشأت ان مجلس الامن في قراره او في توصيته يشير ويقول انا بتصرف، اللي هو المجلس يعني، ان مجلس الامن يتصرف وفق الفصل السادس او السابع، ولكن من صياغه القرار اي متخصص او متابع لمجلس الامن يفهم. لما مجلس الامن يقول ايه؟ يحث الدول الثلاثه على العوده للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الافريقي، يدعو الدول الاطراف الثلاثة الى قبول وساطة او مراقبين اخرين مع الاتحاد الافريقي. هنا حين مجلس الامن يتحدث بلغة الحث والتشجيع والدعوة، فهنا نتحدث عن فصل سادس غير انفاذي. تستطيع أو لا تستطيع إثيوبيا أن تكابر وتجاهر وتتعنت أيضا ولا تقبل مثل هذه التوصية. صحيح. في الناحية الثانية اللي هو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يستطيع مجلس الأمن أن يصدر قرار بموجب الفصل السابع يطلب، هنا لا يدعو ولا يحض ولا يحث ولا يشجع، ولكن يطلب من اثيوبيا باعتبار اثيوبيا دولة المنبع ودولة السد التوقف. هنا لما يقول اثيوبيا اوقفي او امتنعي عن او لا تباشري ولا تستكملي البناء او الملء يا استاذ نشأت، هنا اصبحنا الباب السابع. يستطيع المجلس بلغة القانون ونظريا، ولكن حضرتك هنا في الفصل السابع يستلزم ان الخمسة دائمي العضوية يوافق. وسيادتك اشرت الاثنين منهم، صحيح. حضرتك دلوقتي اشرت ان روسيا الاتحادية لا تمارس فيتو، جمهورية الصين الشعبية لا تمارس فيتو. هنا ايه المعوق لجمهورية مصر العربية الدولة الحبيبة والدبلوماسية التي يعني ما قصرت في هذا المسار التفاوضي الماراثوني 10 سنوات مع الدولة المكابرة المعاندة؟ ما هنا ان في ان الخمسة الكبار يا استاذ نشأت في الشهرين الماضيين في دولهم وحتى هنا في جمهورية مصر العربية، الخمسة أوصوا
بمفاوضات، نعود تاني للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الافريقي. صحيح. طيب ايه الاختلاف اللي قال عليه بقى سعادة السفير ماجد عبد الفتاح؟ قال ان مشروع القرار اللي هتقدمه تونس، لان لا مصر ولا السودان اعضاء في مجلس الامن، هو ان مشروع القرار يحدد سقف زمني، مهلة زمنية، اطار محدد، حتى لا تكون هناك مراوغات ومطاولات واستنزافات في الوقت من الجانب الاثيوبي. صحيح. مدتها سيادتك 6 أشهر مثلا او 2 شهر من اجل التوصل. لماذا بقى؟ ودي النقطة اللي يعني عفوا الاعلام المصري ما تناولهاش يا استاذ نشأت من فضلك تناول موضوعي. التوصل الى ماذا؟ الى اتفاق قانوني نهائي تفصيلي هو نتيجة لاتفاقية إعلان المبادرة لسد النهضة 2015. لان الناس يعني الشعب المصري الكريم بيتساءل، طيب لماذا كانت هناك اتفاقية إعلان المبادئ ولم يكن هناك اتفاق مباشر؟ تمام يا استاذ نشأت؟ صحيح صحيح. لان دي بقى حضرتك ليس سرا، هذا ما نعلمه، ان اثيوبيا منذ اللحظة الاولى، ايه هي اللحظة الاولى؟ ابريل 2011 حين اعلنت رسميا لدول العالم كافة انها شرعت في بناء سد النهضة. اثيوبيا من 2011 رفضت ان يكون او تبرم او توقع على اتفاق نهائي منصب على ادارة وتشغيل سد النهضة، وقالت انا ممكن، انا ذات دولة ذات سيادة، انا ممكن اقبل باتفاقية اعلان مبادئ. طيب ما اتفاقية اعلان مبادئ ليس كما زعم البعض هي مجرد اعلان نوايا سياسية غير ملزمة. اتفاقية اعلان مبادئ هي معاهدة دولية نافذة. معاهدة دولية. معاهدة دولية يا استاذ نشأت نافذة. نفذت امتى يا فندم؟ قبل ما يجف مداد يعني الحبر بتاع الرؤساء الثلاث، سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والبشير وزيناوي في الخرطوم. ولكن اثيوبيا ومصر والسودان يعلمون قبل ان يوقعوا على اتفاقية اعلان المبادئ لسد النهضة، يعلمون علم اليقين انهم لاحقا سيقومون بابرام اتفاق. ايه هو الاتفاق يا استاذ نشأت؟ ودي مسألة مهمة. هذا الاتفاق مش هيجي من الفراغ، ولكنه سيأتي من لدن المعاهدة الأم اللي هي اتفاقية اعلان المبادئ، ولكنه يتضمن قواعد تفصيلية مباشرة منصبة على تشغيل وإدارة سد النهضة الإثيوبي، ولن يخرج أو ينحرف مثل هكذا اتفاق فني ملزم عن المبادئ العشرة التي تضمنت في اتفاقية اعلان المبادئ لسد النهضة في الخرطوم 23 مارس 2015.